بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. في بداية حديث اليوم شباب، اسمحوا لي أعرفكم نفسي. معكم أخوكم محمد عيد، 34 سنة، عضو أحد مؤسسين فريق الدايموندز العالمي، بالإضافة لكوني فاوندينج ممبر في شركة دبي العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله شباب، اشتغلت في مجال الدايركت سيلينج وتسويق الشبكة لأكثر من 13 سنة. في هاي الفترة أو في هاي الرحلة الحمد لله تعلمت الكثير من الخبرات ومن التجارب، ودائما كنت أبحث شباب عن الاستقرار والمكان اللي فعلا راح أحقق من خلاله أحلامي. والحمد لله بعد بحث طويل وبعد الخبرة الطويلة هاي اللي اشتغلت فيها في هذا المجال، الحمد لله وصلت لهدفي ولقيت المكان اللي أنا فعلا أدور عليه اللي هو الاستقرار. الاستقرار لقيته شباب مع شركة دبي العالمية، وهي المكان اللي فعلا وهي الوسيلة اللي راح تحقق لي أحلامي اللي طول عمري أنا أحلم فيها. شباب، اليوم راح نتكلم عن الأحلام وراح نتكلم عن الفرص وراح نتكلم عن الفرصة الرائعة لشركة دبي العالمية. بس شباب، قبل ما نبدأ في الفرصة هاي الرائعة، عاوز أشارككم بقصة صغيرة لشخص عادي مثلي ومثلك، كان عنده في يوم من الأيام حلم. هذا الشخص اسمه جاك ما. هذا شخص صيني تخرج من الجامعة، وبعد ما تخرج من الجامعة قدم على هجرة لأمريكا وترفض 17 مرة. قدم الالتحاق بجامعات أمريكية ومنها هارفارد، طبعا كلنا عارفين أن هارفارد واحدة من أكبر الجامعات في العالم. قدم عليها 30 مرة، وفي 30 مرة للأسف اترفض الطلب تبعه. هذا الشخص وصل للإفلاس، دور على وظائف، ما خلى وظيفة ما قدم عليها. بالصدفة في يوم من الأيام لقى في وظائف مقدمة في شركة كنتاكي، مجموعة كنتاكي مقدمين على وظائف، عاوزين وظائف. المهم راح قدم على الوظيفة. شو الوظيفة كانت شباب؟ كانت عامل نظافة، وكانوا طالبين 30 شخص. طبعا قدم هو مع الناس اللي مقدمة، 29 منهم نجحوا وهو الوحيد اللي رفض، رفضوه وما شغلوا عندهم. المهم هذا الشخص راح قدم نفسه للشرطة كمتطوع، يشتغل تطوعي، وكان يومها متقدم معاه 14 شخص يشتغل ببلاش يعني، تمام؟ 12 شخص نجحوا واثنين منهم ما أخذوهم، اللي هو واحد وشخص ثاني عمره 82 سنة. طبعا هذا صاحبنا وصل للإفلاس، وصل لليأس، وفي يوم من الأيام طلعت في رأسه فكرة شوي مجنونة، أنه ينافس موقع Amazon.com وإي بي اللي هم من أكبر المواقع في العالم. طبعا الناس شو فكروا؟ قالوا لك هذا الشخص مسكين من كثر ما فلز خلاص اتجنن. المهم بدأ بشوية فلوس اللي باقي عنده، تسلف الفلوس، ما خلى حد ما تسلف منه، وسوى موقع اسمه علي بابا. طبعا كلكم شباب عارفين مين هو موقع علي بابا حاليا. موقع علي بابا شباب حاليا وصل ثروة موقع علي بابا أو الأسد تبع موقع علي بابا وصل ل 29 مليار دولار أمريكي. تخيلوا شباب لوين الصناعة تبعتنا ممكن توصلك اليوم. زائد جامعة هارفارد قدمت له الدكتوراه الفخرية على مجهوده وعلى حلمه الكبير اللي فعلا ما تخلى عنه. شباب نعم، اليوم الفرصة راح أقدم لكم إياها بهذا الحجم. ممكن أنت اليوم فعلا من الفرصة تبعتنا توصل لأكبر من هذا الطموح وأكبر من هذه الأحلام. شباب، عشان نوصل وتوصل الفكرة بشكل صحيح، رجاء أتمنى من الكل يركز معي في النص ساعة اللي جاية عشان الكل يستفيد. زائد ياريت نخلي جميع جوالاتنا على الصامت ونركز، ولو في عندك دفتر وقلم جنبك ياريت تدون كل ملاحظاتك، وفي آخر المحاضرة راح أجاوبكم كلكم على جميع أسئلتكم واستفساراتكم. نقول بسم الله. طبعا شباب، دبلي هي أكبر بوابة تسوق إلكترونية بالعالم. في أسئلة شباب تهم الجميع يعرفوها، هل تتسوق في حياتك العادية؟ هل يوجد أحد يتسوق من معارفك؟ هل تتسوق عن طريق الإنترنت بتوسع كبير؟ هل تعتبر أنه من الذكاء الحصول على سعر خاص عند الشراء؟ هل سمعت عن شبكات التواصل الاجتماعي؟ هل لديك أكثر من 300 اسم في جوالك؟ لو كان عندك 4 من هالأسئلة نعم، فأنت في المكان الصحيح، وأهلا وسهلا فيك في عالم التسوق الإلكتروني مع شركة دوبلي العالمية. شباب، في إحصائيات عالمية يهمكم تعرفوها. على سبيل المثال، عاوزين نعرف مع بعض
شو مقدار الصرف، معدل الصرف أونلاين في قارة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط من سنة 2012 لسنة 2017 المتوقع؟ على سبيل المثال في سنة 2014 كان معدل الصرف أونلاين as a shopping أونلاين 1,500,000,000,000,000 دولار أمريكي، وفي سنة 2017 شباب المتوقع يكون 2,357,000,000,000 دولار أمريكي. شباب السؤال يطرح نفسه، هل تريد الحصول على نسبة من هذه المبالغ؟ طبعا الكل حيقول لي نعم، ليش لا، ممتاز. تعال مع بعض شباب نتعرف على مين هي شركة دوبلي. طبعا شركة دوبلي تأسست في سنة 2003، متداولة حاليا بسوق الولايات المتحدة الأمريكية محليا، متوقع تطرح في سوق ناسداك في الربع الثاني من عام 2015. الإدارة العامة العالمية في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة المسؤولة عن أوروبا متواجدة في ألمانيا، والإدارة المسؤولة عن الشرق الأوسط وقارة آسيا في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا شباب دوبلي هي أكبر بوابة للاسترداد النقدي في العالم، تقدم لك حاجة اسمها كاش باك، والكاش باك يعني استرداد مالي حقيقي. مركز تسوق عالمي لجميع مشترياتك المباشرة، 12 مركز تسوق محلي، موقع إلكتروني يدعم 12 لغة عالمية، أكبر موقع لصفقات السفر بالعالم من خلال كبرى شركات الحجوزات، عشرات الآلاف من القسائم والعروض الخاصة، مجموعة كبيرة من خيارات الترفيه، موقع إلكتروني سهل الاستخدام، وشريط أدوات للاسترداد النقدي. طبعا شباب عاوزين نعرف مع بعض مين وراء شركة دوبلي. طبعا صاحب شركة دوبلي شخص اسمه مايكل هانسن، دنماركي ملياردير في مجال العقارات، عنده خبرة كبيرة في مجال الدايركت سيلينج. بعد الخبرة الكبيرة والثروة الكبيرة اللي حققها قرر هذا الشخص يفتح شركة دوبلي. من أول يوم كان عنده طموح، كان عنده فيجن أنه شركة دوبلي تكون رقم واحد في العالم. على هالأساس عشان شركة دوبلي تكون رقم واحد في العالم، قال لك أنا اليوم محتاج ناس أقوى مني وعندها خبرة أكثر مني. مين جاب معاه في مجلس الإدارة؟ جاب معاه شخص اسمه بلاس موروس اللي هو خامس أقوى شخص في العالم في شركة مايكروسوفت، وكنا عارفين مين مايكروسوفت وقوة مايكروسوفت، بالإضافة لمستر ليستر واحد من عمالقة وول ستريت في أمريكا، ومستر ديفيد واحد من أقوى المحامين القانونيين في العالم، ومجموعة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والناس اللي عندهم خبرة كبيرة في مجال الشوبينج أونلاين والتسوق أونلاين. طبعا شباب قنوات التلفاز العالمية، لو رحنا اليوم على اليوتيوب اكتب دوبلي راح تلاقي عشرات طبعا قنوات التلفاز العالمية قاعد تتكلم عن الطفرة اللي سوتها شركة دوبلي والطفرة اللي سواها مستر مايكل هانسن في العالم في ثقافة التسوق عبر عن طريق الانترنت. طيب شباب احنا قاعدين نتكلم عن التسوق وعن الشوبينج اونلاين، في سؤال شباب يطرح نفسه الحين، مين فينا شباب بيحب الشوبينج او بيحب يتسوق؟ انا شخصيا على سبيل المثال احب اتسوق، انت كمان تحب تتسوق، هو يحب يتسوق وهي تحب تتسوق، احنا كلنا نحب نتسوق. بس في سؤال شباب، احنا شو قاعدين نتسوق، شو قاعدين نشتري؟ على سبيل المثال واحدة من الاشياء المشاركة مع شركة دوبلي، في عندنا مجموعة كبيرة راح ناخذ بعض الاسامي بشكل سريع، راح نتكلم على الادوات المنزليه ومحلات البقاله بشكل سريع. مين معانا اليوم مشترك معانا؟ عندنا على سبيل المثال وول مارت. شباب اللي فيكم سافر على اوروبا وامريكا اكيد سامع عن وول مارت، واحد من اكبر محلات او السوبر ماركتات في العالم، ويقدم كاش باك استرداد مالي حقيقي 7%. عندك ليجو، عندك كي مارت، تويز ار اس والمزيد. تعالوا شباب نتكلم على الحاجه اللي انا فعليا بعشقها وبحبها، اللي هي السفر والرحلات والسياحه والفنادق. اليوم شركة دوبلي شباب متعاقدة مع موقع برايس لاين، أكبر موقع للسفر والحجوزات في العالم، وقاعد يقدم لنا 11%. طبعا شباب برايس لاين هو الموقع الأم لشركة hotels.com وbooking.com. طبعا شباب عندنا إكسبيديا، عندنا إيفز، عندنا طيران قطرية، طيران الاتحاد، وطيران مجموعة من الطيرانات المختلفة، بالإضافة لفندق أتلانتس. زائد عندنا موقع hotels.com. شباب عندنا موقع hotels.com قاعد يقدم لك 11.8 استرداد مالي حقيقي. وشباب انت بتتكلم عن المجموعة هاي، يعني انت قاعد تتعامل مع كل الفنادق في العالم بدون اي استثناء. بالاضافة مين معانا اليوم في الاجهزة الالكترونية؟ عندنا HP، ابل، ديل، سوني، كانون، ايسر، سامسونج، توشيبا، جميع الماركات العالمية هاي اللي كلنا نعرفها ونتعامل معاها.
بالإضافة للملابس والملابس الرياضية شو عندنا اليوم؟ عندنا دي كي إن واي، تومي هيلفيجر، ليفايز، رالف لورن، أمريكان إيجل، لي فوريفر 21، بي بي، أديداس، جاب، كل الماركات هاي، وبتقدم لك كاش باك طبعا مختلف حسب كل ماركة. بالإضافة التأمين والاتصالات عندنا سكايب، عندنا إليانز، عندنا أي تي إن تي، سيفورا، وعندنا carparts.com وبودي شوب إلى آخره. عندنا أحذية وساعات وعطور. شباب، مين فيكم اليوم كان يتخيل أو يتوقع أو يحلم أنه شباب اليوم يشتري رولكس؟ شو رولكس؟ رولكس هي واحدة من أكبر وأشهر الساعات في العالم، وتأخذ كاش باك يوصل ل10.5. عندكم شباب عطور، عندكم أحذية، عندكم أشياء مختلفة، وعندنا طبعا المزيد والعديد والكثير من المحلات المشاركة. طيب شباب، شو مزايا وفوائد التسوق من خلال دوبلي؟ أول فائدة راح تأخذ المنتج الأصلي والمضمون. ثاني فائدة أفضل وأقل سعر ممكن. ثالث فائدة الجودة والموديلات الحصرية لبعض الدول، مشترياتك لباب بيتك دون تعب. وفوق هذا كله راح تأخذ كاش باك وراح تكون من ضمن المتسوقين الأذكياء. ممتاز. طيب شو فكرة الاسترداد النقدي شباب؟ بشكل بسيط، انت اليوم قاعد على جهاز اللابتوب او الايباد او موبايلك، راح تعمل عملية شراء من اي محل من المحلات المشاركة مع شركة دوبلي. في المقابل هذه المحلات راح تقدم عمولة لمين؟ لشركة دوبلي. العمولة هاي شركة دوبلي شو حتسوي فيها؟ راح ترجع جزء منها ككاش باك لك انت كمستخدم او كعميل مع شركة دوبلي، والجزء الاخر راح تقدمه لمين؟ للبزنس اسوشيات، الناس اللي راح يبنوا البزنس مع شركة دوبلي. فهنا عندك الزبون راح يكون مستفيد، المحلات راح تكون مستفيدة، دوبلي مستفيدة، والناس اللي راح يبنوا البزنس مع شركة دوبلي مستفيدة، الكل هنا فرحان ومستفيد. ممتاز. كيف راح نتعامل مع هذا الموضوع؟ راح نتعامل مع هذا الموضوع عن طريق شريط أدوات أو تول بار. حتروح على موقع doobly.com، حتنزل التول بار، طبعا بيدعم الكروم والفايرفوكس، راح تنزله وراح تروح على محركات البحث العادية اللي احنا نتعامل معاها. على سبيل المثال هنا قدامنا موقع جوجل، وحتكتب اي حاجة هنا في السيرش انجن. على سبيل المثال كتبت الكترونيكس وراح تسوي بحث، المحلات المشاركة مع شركة دوبلي راح يطلع لك بوب اب سنة وحيقول لك هذه الشركة بتقدم كاش باك ومتعاملة مع شركة دوبلي، لو بتحب تشتري من عندها تفضل. ممتاز. حتروح على موقع الشراء الاصلي. طب سؤال شباب، هل انت اليوم راح تشتري من دوبلي ولا راح تشتري عن طريق دوبلي؟ انت اليوم شباب راح تشتروا عن طريق دوبلي مش من دوبلي. كل المطلوب منك فقط انك تضغط على اكتيفيت كاش باك وتاخذ كل المستحقات والحاجات اللي انت تستاهلها. طيب شباب، كيفيه الاشتراك اليوم او انواع الاشتراك اليوم شباب مع دوبلي؟ في عنا باقتين رئيسيتين، في عنا باقه المتسوقين وفي عنا باقه المسوقين. باقة المتسوقين تنقسم لفئتين. الفئة الأولى ممكن تسجل مع دوبلي مجاناً، نعم مثل ما سمعتوني مجاناً فري، وتأخذ $10 ويلكم بونس هدية من شركة دوبلي في الأكاونت تبعك. الباقة الثانية هي باقة الفي آي بي، وباقة الفي آي بي قيمتها $49.5 سنوياً. طيب شو فائدة الباقة الفي آي بي اللي يميزها عن المجاني؟ أول فائدة أنك قاعد تأخذ كاش باك 6% أكثر من المجاني، زائد راح تحصل على بطاقة ماستر كارد دوبلي اللي من خلالها ممكن تستلم عمولاتك في أي مكان في العالم. وهنا طبعا في عندنا مثال بسيط على hotels.com، المتسوق الفري أو المجاني قاعد يأخذ 5.8 استرداد مالي، والفي آي بي قاعد يأخذ 11.8. كيف شباب اليوم راح تستلم على عمولاتك؟ راح تستلم عمولاتك عن طريق ماستر كارد دوبلي او عن طريق بيليوشن، او تحولها على البنك اكاونت اللي خاص فيك انت. اليوم ارجع للشخص اللي عزمك على هذا البزنس او على هذه المحاضرة واشترك عن طريق الرابط الخاص فيه هو، لو حبيت تكون معانا من فئة المتسوقين. طيب الحين شباب في عندنا الفرصة الكبيرة، كيف اليوم تكون شريك مع شركة دوبلي وتبدأ بزنس الخاص فيك انت؟ اليوم شباب دوبلي في عندها باقتين رئيسيتين عشان تكون شريك معها. في عندهم باقة الأفراد اسمها تيم ممبر، وعندهم الباقة الشاملة اسمها PPA أو Partner Program Accelerator. تعالوا نتعرف على الباقة الأولى اللي هي تيم ممبر وشو راح تحصل عليها أنت كمشترك معانا اليوم.
أول حاجة راح تحصل شباب على وكالة دولية معتمدة مدى الحياة في شركة دوبلي العالمية. رقم اثنين راح تأخذ تدريبات متنوعة معتمدة من دوبلي أكاديمي. رقم ثلاثة راح تأخذ 10 قسائم VIP، وكلنا شباب مثل ما اتفقنا أنه قسيمة VIP قيمتها $49.5، زائد كوبونات خصم ومشتريات متعددة. هذه الباقي قيمتها شباب $594. تعالوا شباب نتكلم عن الباقة الكبيرة والباقة الشاملة، البارتنر بروجرام اكسلريتورز، اللي هي فعلا انا اعتبرها هي استثمار حقيقي، وراح نعرف ليش انها هي استثمار حقيقي. اول حاجة شباب راح تاخذ وكالة دولية معتمدة مدى الحياة من شركة دوبلي. ثاني حاجة عندك تدريبات متنوعة معتمدة من دوبلي اكاديمي، زائد اليوم عندك 50 قسيمة VIP، مثل ما ذكرنا قسيمة VIP قيمتها $49.5، زائد برنامج أكاديمي للتعامل مع الشركات وضمان استرداد المبلغ بعد 5 سنوات، يعني الفلوس اللي دفعتها راح ترجع لك بعد 5 سنوات في الأكاونت تبعك، بالإضافة كوبونات خصم ومشتريات متعددة. طبعا هذه الباقة كم قيمتها؟ $2,475. في حسبة صغيرة شباب أحب أوضح لكم إياها، أن اليوم $2,475 شو تساوي؟ $49.5 اللي هي قيمة VIP ضرب الـ50 فاوتشرز اللي الموجودة عندك في الأكاونت تبعك، فأنت فعليا اللي دفعته في اليمين أوردي حصلت عليه بيدك اليسار، أوردي أنت حصلت على فلوسك اللي دفعتها أول بأول. طيب تعالوا شباب نتكلم على بناء قاعدة من المتسوقين. كيف حتبني قاعدة متسوقين؟ مجرد ما اشتركت معنا شباب اليوم راح يطلع لك الرابط الشخصي تبعك أنت، هذا الرابط راح تبدأ تنشره. وين راح تنشره؟ راح تشرح عن طريق الفيسبوك، تويتر، انستغرام، واتساب، طبعا جميع المواقع والسوشيال ميديا اللي احنا نتعامل معاها وبنعرف. طبعا الناس الشباب راح يبدوا يسجلوا معاك. كيف حيسجلوا معاك؟ حيسجلوا معاك فري وفي اي بي، وعلى قلت اخواننا المصريين اللي ببلاش كثر منه، ممكن طبعا بعد فتره يكون عندك 1000 شخص، 3000، 10000 شخص الى اخره. طيب هذول الشباب الناس المتسوقين اللي معاك شو قاعدين يسووا؟ هذول الناس شباب عايشين حياتهم، اللي عاوز يحجز عن طريق طلال الاتحاد بيحجز، عن طريق طلال الامارات بيحجز، اللي عاوز يشتري من تومي هيلفيجر بيشتري، اللي عاوز يشتري سامسونج بيشتري، اللي عاوز يشتري مثلا من بيبي هو حر. ناس هذه عايشه حياتها وقاعده تاخذ الكاش باك اللي هم بيستحقوه. طيب اول فايده للشخص اللي سجل معانا كوكيل كبزنس اسوشيت، راح تاخذ او راح تحصل على 25% من قيمة الاسترداد النقدي من جميع المتسوقين المباشرين والغير مباشرين في الشبكة اللي عندك. تعالوا شباب نعطي مثال بسيط. لو اليوم في عندك شخص سجل معاك فري مجاني، تمام؟ واحنا مثل ما عارفين المجاني في على سبيل المثال في hotels.com، حنسوي عليه مثال، موقع hotels.com يقدم للشخص المجاني 5.8. هذا الشخص حجز هو والأسرة وعيلته، تمام، لأسبوع مثلا في تركيا، وطلعت قيمة الفنادق $2,000 اللي حجز عن طريق hotels.com. هذا الشخص فعليا كم يرجع له استرداد مالي؟ $116. $2,000 وضربناه في 5.8، فهو حيرجع له استرداد مالي $116. انت كم تستحق منها؟ تستحق منها 25% من ال $116. طيب تعال نشوف مثال بسيط. لو على سبيل المثال شباب انت بعد سنه او سنتين صار عندك في الشبكه تبعتك 3000 متسوق، اللي هم ما بين فري المجاني والفي اي بي، 3000 شخص، وفي السنة سنتين على سبيل المثال شباب مجموع الفنادق اللي حجزوها الناس عندك، اللي قاعد تكلم بس على الفنادق، طبعا في عندكم الإلكترونيات، الملابس، العطور، الساعات، الأحذية، كل شيء اللي ذكرناه، بس خلينا نتكلم فقط على الفنادق. في سنة أو سنتين فقط حجزوا أونلاين بقيمة $2,000، فهم فعليا كم يستحقوا كاش باك؟ $116. طيب أنت حتاخذ من 25% لأنك تستحقها اللي هي $29. طيب $29 شباب لو ضربناه في $3,000، فانت فعليا حصلت على $87,000 بدون ما تعمل ولا شيء. زائد هذول الناس عايشين حياتهم، انت ما اجبرتهم انهم يشتروا منتج معين او خدمة معينة، الناس هذه عايشة حياتها وبيشتروا الحاجات اللي هم حابينها وعاوزينها. طبعا شباب $87,000 احنا قاعدين نتكلم على $320,000 إماراتي، مبلغ مش بسيط، مبلغ كبير جدا، وهذا كله يعتمد على مين؟
يعتمد على مجهودك الشخصي أنت. طيب تعالوا الشباب نتكلم على المتسوقين. شو راح تستفيد من هذا الموضوع؟ راح يكون في عندك متسوقين في جميع أنحاء في جميع أنحاء العالم، وراح يكون عندك عمولات تجيك من جميع أنحاء العالم. طيب شركة دوبلي شباب اليوم بتقدم هاي الخدمات، بس في عندها طلب صغير. شو الطلب الصغير والبسيط هذا؟ الشركة تقول لك اليوم عشان تبدأ معاي كبزنس أسوشيات، كوكيل حصري لشركة دوبلي، أنا محتاج منك فقط شهريا تسجل متسوق VIP شهري اللي هو 49 دولار ونص. تمام؟ طيب لو أنت اليوم سجلت شخص VIP شهري، فأنت فعال كل شهر تجيب شخص، أو أنت والشبكة اللي عندك المتسوقين اللي عندك لو سجلته أنت والشبكة اللي عندك سجلته كمان واحد، فأنت فعال لمدة شهر ثاني. طيب لو أنت والنتورك اللي عندك سجلته 10 أشخاص، فأنت فعال لمدة 10 شهور. طب أنت والشبكة اللي عندك لو سجلته 20 شخص، فأنت هتصير فعال مدى الحياة. تمام شباب؟ فالفكرة سهلة وبسيطة، لأن شركة دوبلي تعتمد على المتسوقين. تمام؟ أنا ذكرت قبل شوية الشباب عن الباقة الكبيرة أنها فعلا استثمار حقيقي. تعالوا نشوف دراسة بسيطة على هالاستثمار كيف يعني. اليوم شباب باقة الكبيرة والبي بي اي قيمتها 2475 دولار. شو يعني؟ عندك 49 دولار ونص قيمة الفي اي بي الفاوتشر ضرب 50 فاوتشر، هم 50 فاوتشر فعليا عندك. طيب فأنت عندك الـ 2475 بالإضافة عندك 49 دولار ونص ضرب الـ 25% من الـ 50 فاوتشر، أنت فعليا رجع لك 618 دولار في الأكاونت، زائد دورة التعامل مع الشركات قيمتها 999 دولار، وراح عندك يكون عندك وكالة حصرية قيمتها 99 دولار. ولو شباب عملنا حسبة بسيطة، لو كان عندك فقط في الشبكة تبعتك 50 متسوق في سنة كاملة، وال50 متسوق هذول قاعدين يجيبوا لك فقط 5 دولار شهريا، فأنت فعليا كم طلعت سنويا؟ 3000 دولار. طب تعالوا الشباب نحسب كل الأرقام هاي، راح نلاقي المجموع 7191 دولار أمريكي، يعني فايدة 290%. فهذا فعلا يعتبر استثمار حقيقي. طيب شو طرق جني الأرباح شباب مع شركة دوبلي؟ أول حاجة من قاعدة المتسوقين اللي هم الفري والفي آي بي، زائد شركاء العمل اللي هم البزنس أسوشيات، زائد الناس. انت اليوم شباب عندكم الفرصة وعندكم القدرة انكم تسجلوا معاكم شركات، بس طبعا هذه الباقة حصريا لباقة البي بي اي اللي هي الباقة الشاملة، ممكن تسجل معاك شركات كبيرة، وهذا الموضوع راح نتكلم عنه بشكل مفصل في ورشة العمل. كيف شباب راح تبني فريق العمل تبعك؟ بشكل بسيط، انت راح تسجل طبعا شخصين، شخص على يمينك وشخص على يسارك. انت راح تدور على شخصين، واحد يمينك واحد يسارك، وراح تاخذ 25% من قيمه الاسترداد النقدي لجميع المشتريات للناس او المتسوقين اللي في شبكتك انت الخاصه. طيب هذول الاشخاص يسجلوا معك، انت في عندك حاجه اسمها الدايركت بونص. شو الدايركت بونص؟ الدايركت بونص راح تاخذ 10% على كل تسجيل مباشر. عندك طبعا عدد لا محدود، ممكن تجيب شخص 10 100 1000، عدد لا محدود. على سبيل المثال اليوم لو سجلت شخص تيم ممبر اللي هو في الباقة الصغيرة، راح تحصل على كم؟ 49 دولار ونص، اللي هي كم؟ 10% من 594 دولار، لانه في عندك 99 دولار هي قيمة الوكالة او اللايسن، فحتحصل على 49 دولار ونص. لو سجلت شخص في الباقة الكبيرة راح تاخذ 247 دولار ونص كعمولة مباشرة، ومثل ما ذكرنا عندك عدد هنا لا محدود من الناس المباشرين. طيب الحين في عندنا عرض من شركة دوبلي. شو العرض هذا؟ الشركة بتقول لك اليوم في خلال أول شخص تسجله معاك، هذا الشخص عندك شهر من بعد ما تسجل أول شخص، عندك شهر أنك تسجل 3 أشخاص. لو على سبيل المثال سجلت 3 أشخاص في شهر من تاريخ تسجيل أول شخص فيهم، تمام، راح تاخذ زيادة على عمولاتك 300 دولار. لو افترضنا في الشهر هذا سجلت كمان 3 أشخاص في الباقة الكبيرة من تاريخ تسجيل أول شخص، راح تأخذ زيادة 1500 دولار. طيب شباب خلينا شوي متفائلين وعندنا فيجن. لو شباب اليوم سجلت بشكل مباشر 12 شخص في الباقة الصغيرة، كم راح تأخذ كوميشن؟ راح تأخذ كوميشن 1200 دولار غير عمولاتك الثانية، زائد
لو سجلت 12 شخص في الباقة الكبيرة في شهر كامل راح تحصل على 6000 دولار أمريكي. شباب اليوم أنت مجهودك هو اللي راح يحدد مقدار دخلك، مش أي حاجة ثانية. فإحنا قاعدين اليوم نتكلم على أرقام كبيرة مش أرقام صغيرة. طيب كيف حتبني فريق العمل الخاص فيك أنت؟ طبعا أنت جبت شخصين مباشرين، هذول الأشخاص المباشرين كل واحد حتجيب عندهم اثنين اللي هم الناس الغير مباشرين. أنت مطلوب منك تساعدهم على أساس كل واحد فيهم يجيب شخصين معه. طبعا النتورك اللي عندك أو الشبكة اللي عندك حيبدوا يسجلوا ناس، ممكن الناس يسجلوا معك في الباقة الكبيرة البي بي اي أو الباقة الصغيرة كتيم ممبر. طبعا هاي العمولات تحسب بشكل أسبوعي. شو اللي حيصير شباب؟ كيف راح تاخذ قيمة العمولات هاي؟ بشكل بسيط شركة دوبلي شباب تحاسبكم 10% على مجموع الفلوس اللي اندفعت في الجهة الضعيفة أو الجهة الأقل. كيف يعني؟ لو على سبيل المثال عندك طرفك اليمين وطرفك اليسار، طرفك اليمين في هذا الأسبوع سجل 5 أشخاص في الباقة الكبيرة و15 شخص في الباقة الصغيرة. في المقابل في الجهة اليسار عندك 6 أشخاص في الباقة الكبيرة و18 شخص في الباقة الصغيرة. هنا مجموع الصرف أو مجموع الفلوس اللي اندفعت 18800 دولار، وهنا مجموع الفلوس اللي اندفعت 23760 دولار، هي مجموع هذه الفلوس اللي اندفعت. أنت راح تحصل على 10% من مبيعات الجهة الأقل اللي هو من 18800. كم راح تحصل 10% منهم؟ 1880 دولار. هذا يسموه السايكل بونس. طبعا عندك الماكسيمم تسوي اسبوعيا 25000 دولار امريكي. طيب اليوم شباب شركة دوبلي عندها واحد من اروع الانظمة اللي انا شفتها في حياتي اللي هي نظام الرتب. شو نظام الرتب؟ اليوم شركة دوبلي شباب تفرق بين الناس او تتعامل مع الناس حسب الرتبة تبعتك. رتبتك انت اليوم هي اللي راح تحدد مقدار جديتك في هذا العمل. طبعا في عنا 6 رتب مختلفة، تبدأ من تيم ممبر، بعدين تيم ليدر، تيم كوردينيتر، سيلز دايركتور، فايس بريزيدنس، والسينيور فايس بريزيدنس. طبعا شباب انت اليوم عشان تحصل او توصل لهاي الرتب طبعا مش صعبة. على سبيل المثال اللي بيبدأ في الباقة الصغيرة راح يكون تيم ممبر، لو سجلت في الباقة الكبيرة حتكون تيم ليدر. عشان تكون تيم كوردينيتر انت محتاج يكون عندك 3 تيم ليدر، وطبعا الباقي ممكن اشرح لكم اياه في ورشة العمل الخاصة في شركة دوب. طبعا واحدة شباب من اروع الخطط كمان اللي انا سمعتها، اللي هاي الخطة اللي فعلا خلتني اسجل في شركة دوبلي. شو هذه الخطة؟ شباب انا الحمد لله كان عندي خبرة كبيرة في هذا المجال، تمام؟ اغلب الشركات اللي اشتغلنا فيها قبل دوبلي كان لو على سبيل المثال تبني فريق وهذا الفريق قاعد يكبر، قاعد تعلمهم، تدربهم، تشتغل معاهم، لحسن الحظ او لسوء الحظ عندك انه في عندك طرف طار والطرف الثاني ممكن يتوقف. طيب شو اللي حيصير في الفترة هاي أو في المرحلة هاي؟ اللي حيصير في المرحلة هاي أن الناس أنت علمتهم أنت دربتهم، للأسف الشديد هذيك الناس قاعد تسوي فلوس وأنت مش راح تسوي ولا حاجة. ليش؟ لأن الطرف الثاني اللي عندك أنت واقف. اليوم شركة دوبلي شباب تقولكم نعم، لو عندك طرف شغال وطرف مش شغال نعم برضو حتاخذ عمولات. المشكلة الكبيرة والتحدي الكبير اللي كان عند كل الشباب زمان، المشكلة هاي انحلت، ما عندنا المشكلة هاي بعد اليوم.
طيب شباب، طبعا هذه التحدي مثل ما ذكرنا موضوع الرتب راح نتعرف عليهم بشكل اكبر مع في ورشه العمل اللي راح تكون موجوده لشركه دوبلي. اليوم شباب كثير منا كان عنده خبره في شركات سابقه، طبعا الشركات السابقه شباب شو كانت تطلب من الناس؟ عشان تاخذ عمولاتك لازم توازن بين طرفك اليمين وطرفك اليسار. اليوم شركه دوبلي حلت التحدي الكبير شباب اللي كان موجود في كل الشركات السابقه. اليوم شركه دوبلي شباب شو تقول لكم؟ لو عندك طرف شغال وماشي والطرف الثاني واقف برضه حتاخذ عمولات. نعم مثل ما سمعتوني برضه حتاخذ عمولات. اليوم انت راح تاخذ واحده من اروع الخطط الموجوده عند شركه دوبلي اللي هي خطه الاجيال. راح تحصل الشباب على 10% من عموله جميع الناس المباشرين عندك. كيف يعني؟ بدون ما ينقص دخلهم ولا دولار. لو على سبيل المثال سجلت معاك اليوم 6 اشخاص، 3 على يمينك و3 على يسارك، وهذول الناس بعد فتره من الزمن فلنفرض ان 3 اشخاص على اليسار توقفوا وال3 على اليمين شغالين، تمام؟ ال3 على اليمين شغالين، لو كل واحد فيهم بعد 6 شهور قاعد يسوي 10,000 دولار، انت قاعد تاخذ 10% من مدخول الباينري تبعهم بدون ما ينقص دخلهم ولا دولار. يعني انت كم قاعد تاخذ 1000 1000 1000 1000 بدون ما ينقص دخلهم ولا حاجه. مش هذا فقط، زائد ركزوا معي شباب، زائد جميع المشتركين المباشرين والغير مباشرين اللي يعتبروا بالنسبه لك جيلك الاول، راح تاخذ عليهم كلهم 10% من مدخولهم في نظام الباينري بدون او الثنائي بدون ما ينقص من مدخولهم اي حاجه. طبعا في عندك حاجه شباب اسمها خطه الاجيال. شو خطه الاجيال؟ اليوم فرضا شباب واحد من الشبكه اللي عندك صارت رتبته مثل رتبتك او اعلى من رتبتك، هذا الشخص واللاين تبعه صاروا بالنسبه لك شو؟ الجيل الثاني. طيب الجيل الثالث من وين بيطلع؟ شخص طلع من الجيل الثاني نفس رتبتك او اعلى منك، هو واللاين تبعه يعتبر بالنسبه لك الجيل الثالث، وفي عندنا برضه الجيل الرابع نفس الكلام، والناس اللي باللون الابيض كلهم هذول لسه عندك جيلك الاول. طيب شو نسب خطط الاجيال شباب؟ تعالوا نتعرف عليها بشكل سريع. طبعا اتفقنا ان كل الرانكات او كل الرتب راح تاخذ 10% من المباشرين. لو افترضنا اليوم شباب رتبتك انت اليوم وصلت على رتبه سيلز دايركتور، راح تاخذ من جيلك الاول 10%، جيلك الثاني 10%، وجيلك الثالث 5%. طب اليوم لو وصلت للسيلز سينيور فايس بريزيدنت، راح تاخذ على جيلك الاول 10، جيلك الثاني 10، جيلك الثالث 5، وجيلك الرابع كمان 5%. فاليوم مين اللي يحدد دخلك؟ نشاطك ومجهودك مع فريقك، ورتبتك هي اللي تحدد مدى وقوة دخلك مع شركة دوبلي. طيب خطة دخل المتسوق للشباب للفريق العام تبعك انت كم راح تحصل عليها؟ راح تاخذ من 5 ل 27.5% من قيمة الكاش باك لكل النتورك اللي عندك. طيب شباب تعالوا الحين بشكل سريع نراجع مع بعض خطة الدخل تبعت شركة دوبلي. اول حاجة 25% من قيمة الاسترداد النقدي لقاعدة المتسوقين اللي عندك. ثاني شيء عندك 25% من قيمة الاشتراك للمتسوقين الـ VIP. رقم 3 10% عمولة التسجيل المباشر عن كل بزنس اسوشيت تسجل معاك. رقم 4 $300 او $1,500 عن كل تسجيلات مباشرة خلال 30 يوم من تاريخ تسجيل اول شخص فيهم. رقم 5 10% من مجموع مبيعات الجهة الاقل. رقم 6 10% مساوي لدخل التسجيلات المباشرة من خطة النظام الثنائي. رقم 7 من 5 ل 10% من دخل التسجيلات الغير مباشرة من خطة النظام الثنائي لأربعة أجيال. وآخر حاجة راح نتكلم عنها وذكرناها اللي هي من 5 ل 27.5% من الاسترداد النقدي لمتسوقي فريقك حسب الرتبة تبعتك أنت اليوم. طبعا شباب شركة دوبلي عندها هدية لكل شخص يوصل لرتبة سينيور فايس بريزيدنت خلال 2.5 سنين من تاريخ تسجيلك. كل المطلوب منك أن يكون عندك مجموع فريق في 2500 شخص اكتف وفعال. 2500 شخص في 2.5 سنين. شركة دوبلي مقدمة هدية. شو الهدية هاي؟ تعالوا نشوفها مع بعض وبعدين راح نرجع لكم. الهدية هي، خليكم معاي وراح نشوفها مع بعض الآن.
is pleased to invite you to one of the world's most desired treasures, Grand Cayman. Welcome to an alluring and exclusive destination, rich in natural wonders and magnificent beaches. Up to 60 feet above sea level, situated in the unspoiled waters of the Caribbean, Grand Cayman is a true tropical paradise, known for its brilliant coral reefs, underwater seawalls, and numerous shipwrecks. Grand Cayman is the ideal spot for fishing, snorkeling, and deep sea diving, as well as more adventurous sports like jet skiing and kite surfing. The lush surroundings and spectacular sea view attract high-profile celebrities and millionaires from around the world. With no taxes, Grand Cayman is truly a heavenly retreat from a bustling world, which was seen far away. The captivating attractions of this secluded island kingdom are crowned by the gated community, Dubly Golf and Beach Resort, an elite residential oasis created exclusively for the vice presidents and senior vice presidents of Dubly Network. Located at the north side of the island, in an area known as Millionaire's Row, just a short walk from the famous Brum's Point, these luxurious condos and villas are offered first-class facilities and many homes with fairway views to our private golf course. With private beach access, the white powder, soft sand, and turquoise water is only four steps away. Dubly Golf and Beach Resort represents the most privileged lifestyle possible and one of the world's most desired destinations. As a valued member of the prestigious Dubly Network, you can enjoy the unique and picturesque delights of Grand Cayman from the comforts of your private gated Dubly Golf and Beach Resort getaway. Join today and learn how you can get your luxurious getaway. نعم شباب، مثل ما شفنا مع بعض الحين، هذا اللي راح نحصل عليه مع شركة دوبلي العالمية. فيلا قيمتها 3 مليون دولار أمريكي لكل شخص يوصل لرتبة سينيور فايس بريزيدنس. في وين؟ في جزيرة كيمن آيلاند، واحدة من أروع الجزر في العالم. شباب، أنا اليوم لقيت حلمي، أنا اليوم لقيت الشيء اللي طول عمري أدور عليه، فيلة الأحلام. وين؟ واحدة من أروع الجزر في العالم، جزيرة ما فيها تاكس، زائد جزيرة فيها المشاهير والرجال وسيدات الأعمال في العالم. راح تعيش الحياة اللي أنت فعلا تتمناها وفعلا تستحقها، بس مطلوبة منك أو مطلوب منك أنك فعلا تأخذ قرار حقيقي وترجع للشخص اللي عزمك معانا اليوم، تسألوا كيف تبدأ، تشكروا، تعملوا خطة مع بعض وتبدوا مع بعض. طبعا الشباب، في حاجة أخيرة أحب أوجهها من منبري هذا اليوم، أحب أعرفكم عليها. شركة دوبلي شباب اليوم عندها راح يكون أكبر، ركزوا معي شباب، راح يكون عندهم أكبر احتفال في تاريخ الإي كوميرس، التجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي في العالم. حيكون عندهم احتفال في تاريخ 18 و19 و20 سبتمبر. 18 و19 و20 سبتمبر راح يكون في مدينة دبي، مدينة الأحلام. طبعا هذا الاحتفال شباب راح يكون فيه أكبر قادة في العالم، راح يكون فيه أكبر مدربين تنمية البشرية في العالم، راح يكون فيه أكبر الناس وأنجح الناس في العالم في هذا المجال اللي فعلا راح نستفيد منهم. فالشباب اليوم لا تضيع هاي الفرصة، ويريد تكون معانا، وتعال ناخذ فكره بسيطه عن الاحتفال اللي راح يكون في دبي. وين راح يكون؟ تعال نشوف مع بعض. I'm going to
طبعا شباب مثل ما شفنا مع بعض شركة دوبلي اليوم راح يكون الاحتفال تبعها في فندق أطلانتس اللي هو يعتبر أكبر وأفخم فندق في العالم. وشركة دوبلي طبعا حاجزة 3 أيام فندق أطلانتس بالكامل مع كل الأكتيفيتيز والنشاطات اللي موجودة في فندق أطلانتس. طبعا التيكت قيمته 395 دولار أمريكي 3 أيام. تخيل 3 أيام تكون شاملة فطور وغدا وعشاء زائد 3 بريك زائد الإيفنت الرائع اللي راح يكون فيه من أروع وأقوى الليدرز في العالم والمتحدثين الرسميين زائد الفعاليات اللي راح تكون زائد كل الأشياء والمفاجآت اللي راح تكون. طبعا هذه مش شاملة الإقامة. أنا اليوم شباب أشكركم لحسن استماعكم معاي اليوم وأتمنى أشوفكم كلكم في أطلانتس في تاريخ 18 و19 و20 في شهر 9 لأنها فعلا راح تكون نقطة التغيير في حياتك عشان تكون إنسان ناجح لأنك راح تشوف ناس من أنجح الناس في هذا المجال معانا في هذاك الوقت. شكرا لكم حسن تعاونكم معنا وحسن استماعكم. كان معاكم أخوكم محمد عيد من دولة الإمارات العربية المتحدة.